ما زلنا في سنن الترمذي مع حديث الخضر. بلغنا إلى أنه لما وصل إلى السفينة وعلموا الخضر ما طلبوا النول، وأنه رضي الله وأنه عليه السلام نزع الخشبة، فقال له موسى منكرا: قوم حملون بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل، هو يعني منكرا لكن بلطف، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. استفدنا من ذلك إفادات كثيرة جدا وبيناها، وأن النسيان يرفع الحكم. فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد رئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى، ده قتل خلاص أزهق روحا. فقال: إن سألتك، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني مائل، فقال الخضر بيدها كذا فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أولا، نحن وقفنا عندما فعل بالسفينة، وقلنا أن هذا الفعل الذي فعله قد جاءت الإجابة فيه على مقاصد الشريعة، وهذه سنبينها إن شاء الله عند التفصيل في مسألة النظرة المقاصدية المصلحية، وأنه فعل ذلك من أجل مصلحة أعظم من هذا الباب، من أجل الحماية لهم. هو في الحقيقة نزع أو خرق السفينة كان شكرا لهم، كان شكرا لهم، نعم. لكن الأطم أنه لما خرج من السفينة وجد غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعهم بيده فقتلهم. موسى قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هنا فيها أمران: الأمر الأول بأن من وعد بشيء ولم يبيت النية على الخلف فلا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، بحال من الأحوال من وعد بشيء ولم ينتوي خلفا وأخلف فإنه لا يدخل في شيء من النفاق. طبعا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وإذا وعد أخلف. علماءنا يقولوا المفهوم المغلوط عند كثير من الناس، يحسبون أنه بالخلف صار منافقا، وهذا لا يصح. فقط الخلف الذي يكون به نفاقا، أن يكون به الفعل نفاقا، هو تبييت الخلف. فإن بيت التصديق دون الخلف فأخلف دون أن يكون قد بيت النية بذلك، لا يكون منافقا. ولقد قال الله جل في علاه: واتقوا الله ما استطعتم. علاقة ذلك بما نحن بصدده هو أنه في ابتداء الأمر لما اشترط عليه الخضر فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني صابرا إن شاء الله، ولا أعصي لك أمرا. فهنا أعطاه الوعد بأنه يكون صابرا، وأيضا لا يعصي له أمرا، مع أنه في حقيقة الأمر ما استطاع السكوت على ما رأى، يرى ما لا صبر له عليه، يرى إنكارا، وهو نبي من الأنبياء ووجب عليه الإنكار: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك أنكر. هذا أصل أصيل عندنا، لأنه فيه مفاهيم مغلوطة جدا عند كثير من الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفونه، وهي في أوساط ملتزمة، وهم في أوساط ملتزمة لا يعقلون ذلك ولا يعرفون ذلك ويهرفون بما لا يعرفون. فالحق أنه لابد أن يقال في هذا الباب بأنه إن لم يبيت النية على الخلف فليس بمنافق، يعني ليس فيه خصلة من خصال المنافقين، لا يجوز له
لا يجوز لاحد ان يتهم بهذه الخصله للخلف بالوعد، لمطلق الخلف بالوعد ابدا. لابد ان يكون ان تكون المساله على التبييت فقط. لذلك قال ولا نعصي لك امرا، ومع ذلك قد عصي له الاوام، ده عصى كل شيء، كل ما يفعل شيء ينكره عليه، فانكر عليه، قال اقتلت نفسا بغير نفس. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على عظيم قدر الدماء في كل الامم، عظيم الدماء في كل الامم، فهي معظمه عند ربنا جل في علاه، لا سيما ان الله تعالى قد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال مؤمن في وصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال لو اجتمع السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي بأبي هو وأمي. فلذلك الأمر اشتد على يوسف على موسى عليه السلام، فلما وجده قتل واقتلع رأس هذا الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. وفيها دلالة واضحة على التشريع الذي استدام، وهو القصاص، الشريعة الذي استدام والقصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ففي التوراة النفس بالنفس، وفي شريعتنا جاء الإقرار بالقصاص، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، قال النفس بالنفس. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لكن من وين أتى بأنها زكية؟ من أين أتى موسى بأنها زكية؟ لما لم تكن خبيثة؟ من وين أتى بأنها زكية؟ حتى في الإجابة بيّن له أنها ليست بزكية، من وين أتى بأنها زكية؟ ناديولي عشان انا بتخنق بسرعه. ممتازه يا سكينه، لا فد فيك. ممتازه، جزاك الله خير. ابو الوليد، نعم ممتازه ابو الوليد، الله اكبر. دكتور تامر، ما هذا، الله اكبر، ممتازين الجميع، ممتازين الحمد لله والشكر لله. نعم هي نفس ذكيه لانه طفل لم يجي عليه القلم، رفع القلم عن ثلاث، لذلك وصفها بأنها ذكية. إذن قال له لقد أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد رئت شيئا نكرا. طبعا هنا عنف عند الإنكار وقال نكرا تصريحا، الأولى كانت على السحياء وقال إمرا، فقال نكرا تصريحا لأن الأمر أفحش. خرق السفينة فيه، لا مع أننا لو نظرنا سنرى أن خرق السفينة فيه موت كسرة كثيرة، وقتل الغلام قتل واحد، فكيف عند قتل الكسرة الكثيرة يقول إمرا، وعند قتل الواحد يقول نكرا؟ ما الفرق بينهما؟ طيب ما هم؟ ما هم؟ بحباش والله. الله أكبر. نعم ممتازين، ليتك أجبت إجابة خاطئة عشان كنت سأقرص أذنك قرصا عشان خفة دمك الطويلة دي يا سعيد. يعني أنت كنت هتاخد قرصة كده، لكن الإجابة أنقذتك الإجابة الصحيحة عشان خفة دمك العالية هذه. نعم صحيح. هو ممتازين الحق بأن مسألة السفينة الأمر فيها غير محقق مظنون، وأما القتل ففيها الأمر محقق وليس مظنونا، فلذلك رتب الحكم على ما كان محققا. نعم لذلك قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، عندما قال له لقد جئت شيئا نكرا. وفيها وجوب الأمر والعفو والنهي عن المنكر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التأكيد على مسألة التثليث، وأن المرء قد يخطئ مرة واثنين وثلاث، وقد لا يعاتب في الأولى والثانية، لكن الثالثة لابد أن يوقف عنده وقفة، لأن المؤمن غر ليس، وإن كان غرا كريما لكنه ليس بالمغفل. ولذلك أترى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ من جحري مرتين. ولذلك قال له عندما قال له ألم أقل لك، وهذا أيضا كان التأكيد على أنه يعني الاشتراط بينهما بينخرم هنا، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذه كانت أشد من الأولى. فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
ففيها دلاله على ان العذر يبلغ به المرء الى الثلاث، يخطئ مره مرتين لكن ثلاث يتكرر هذا الخطا الا فيما يزل فيه المرء او يعصي، فانه ولو عصى الف مره فتاب الف مره تاب الله عليه سبحانه جل في علاه. قال انك لن تستطيع معي صبرا، وهذه فيها دلاله واضحه جدا ايضا على علمه بانه لن يصبر موسى عليه السلام على ما يرى، لان هذا مخالف لما كان في شرعه. قال وهذه اشد من الاولى، وهذا صحيح انه ظهر انها اشد من الاولى. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم أهلها فأبوا أي ضيفهما فورد فيها جدار يريد أن قد فأقام. هذه فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول حق الضيف واجب، هذه المسألة الأمر الأول فيها حق الضيف واجب، وقد نص الحديث على ذلك، وأن حق الضيف يوم واستحباب ثلاثة أيام بليلهن، وفوق ذلك صدقة، فوق ذلك صدقة حق الضيف يوم وليلة والاستحباب ثلاث أيام بليلهن، وفوق ذلك صدقة كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أنه إن لم يأخذ حقه حق الضيافة له أن يحتال ليأخذه، لكن من وين أخذنا ذلك؟ لا أسأل عشان تطويل الوقت، من وين الأمر يكون كذلك؟ هو في قول النبي، في قول موسى عليه السلام أنه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهذا الأجر هو حقه في الضيافة، هم منعوه من الضيافة فهذا حقه. وهذا بالضبط كما جاء أبو موسى، كما جاء عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، عندما قالوا فيكم راقي قالوا نعم والله لا نرقي حتى تضربوا لنا سهما، لأنهم أبوا أن يضيفوهم فكان لهم أن يأخذوا الضيافة عنوة. وقد ورد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها امتداد للمسألة العامة وهي مسألة الظفر، من كان له حق فمنع هذا الحق أو غصب ويستطيع أن يتحايل عليه يصل إليه فيأخذه دون أن يتهم ودون مفسدة فله ذلك. قال خذي من مالي ما يكفيك وردك بالمعروف، وقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا أبو سعيد الخدري قال والله لا أرقي حتى تضربوا لنا سهما، فلما أخذوا القطيع قالوا لا نقربه حتى نرجع إلى رسول الله، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطيب خاطرهم، فقال وما أدراك بأن الفاتحة رقية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، هو اللي علمكم. وفي رواية قل قال لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. فللمرء أن يعني يتحايل على حقه، وأن الضيافة واجبة، وأنه يأخذ حقه إن منعوه هذه الضيافة يوم وليلة وثلاث أيام بالاستحباب، وفوق ذلك صدقة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال جدار يريد أن ينقض، فقالوا جدار يريد، الجدار ليس له إرادة، الناس الذين أرادوا قالوا هذه المجاز في القرآن موجود، وهذا خطأ مبين وليس لهم استيعاب في علم العربية، وأن القرآن نزل بالعربية، وهذه من لسان حال العرب ولسان العرب، يعني هذه من لغة العرب الإمعان في التدقيق في هذا الباب، وأن الجدار حقا له إرادة. طب خلاص هذا من لغة العرب، بل وقل والجدار له إرادة. الجدار له إرادة؟ نعم الجدار له إرادة، بل الجدار يتكلم، بل ويسبح كما قال قالوا بأنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين أيديهم، قال ابن مسعود ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم حجرا في مكة كلما مررت عليه سلم علي تصريحا. إذن لا مجاز، وأن الحق في هذا الباب بأن الجدار يريد، نعم يريد الجدار يريد أن ينقض، وهذه فيها دلالة على صاحب الحق الموحد معه الحجر والشجر، ليس عليه، معه الحجر والشجر، معه الكون كله إلا الكفر الفجر، فإن الله سخر هذا الكون لتوحيده، فكل من أقام كلمة التوحيد جعل الله كل الكون معه، لكنه لا يدري، وإن كان يعلم مستيقنا سيرى أنه أسعد الناس، لأن كل شيء معه، طعامه شرابه الحجر الشجر ما مر عليه، والله يشهدون له بالتوحيد ويساعدونه على نشر التوحيد. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فلذلك قال جدار يريد أن ينقض، وكان هذا مكافأة لصلاح الأبوين كما سيأتي في تفسير ذلك إن شاء الله تعالى. فقال له مراجعا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني اتخذتها سبيلا وتحايلا أن تأخذ أجرا، لأنهم منعونا حقنا، منعونا الضيافة، فكان لك أن تأخذ حقك بأن تشترط عليهم شرطا في الأجر.
فقال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له هذا فراق لأن موسى هو الذي اشترط على نفسي ذلك. قال قد بلغت من لدني عذرا، إذن ليس له عذر. ففارقه وبين له، وفي التبيين إن شاء الله دلالات على أصول وأسس في مقاصد الشريعة التي جاءت بها شريعتنا الغراء، نفصلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في أسئلة تفضلوا.